الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السيد والي ولاية أدرار، السيد رئيس المجلس الولائي الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، السيد مدير الخدمات الجامعية لأدرار، السادة المدراء التنفيذيين، السيد رئيس دائرة أدرار، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد رئيس لجنة التحكيم، الفرق المشاركة في المهرجان، كل فرقة باسمها ومنطقتها، ممثلي المجتمع المدني، الأسرة الإعلامية، السادة الحضور، كل باسمه ومقامه ومركزه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن بالغ سعادتي وامتناني على دعوتكم الكريمة لحضور فعاليات حفل افتتاح هذا المهرجان الذي يعد في نظري من أهم المهرجانات، وذلك بحكم طبيعة الإنشاد والمديح الهادفة، حيث يمجد الدين الحنيف ويدعو لوحدة الصف والفضيلة ويجلب الرذيلة، وهو بالإضافة إلى ذلك بدأ على أيدي مجموعة من الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التابعين، وتطور مع مرور الوقت فأصبح فناً له أصوله وضوابطه وقلبه وإيقاعاته. وقد عرف وطننا الغالي الإنشاد والمديح على مدار مراحله التاريخية، لا سيما أثناء الاحتلال الفرنسي الغاشم عامة ومرحلة الثورة التحريرية بوجه خاص، حيث صدحت فرق الكشافة الإسلامية وغيرها من الفرق التابعة للجمعيات والأحزاب السياسية بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ومحاربة الاستعمار، وتغننت بفضائل الأخلاق، ويواصل هذا الفن رسالته النبيلة بعد الاستقلال من خلال نشاط العديد من الفرق الإنشادية والمنشدين الذين يصدحون بالكلمة الطيبة الهادفة في المناسبات والأعياد. وإذا كانت طبيعة هذا الفن الهادف بهذه الصفات وهذا الشكل، فإننا نبارك هذا المهرجان في طبعته الخامسة بمدينة أدرار عاصمة توات وأرض العلم والمشايخ والزوايا التي تشتهر بالإنشاد والمديح. نتمنى لجميع الفرق المشاركة التوفيق والنجاح، وشكرا لكم مجددا على كرم الدعوة.